اول شيء نحن بنشكركم قناه فرسان الامارات على اتاحه الفرصه لنا، جزاكم الله خير. بالمناسبه الطيبه هذه نحب نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله القائد الاعلى للقوات المسلحه حفظ الله وراه، والى اخيه وعضيده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى حكامنا وشيوخنا كلهم وأولياء العود والنواب والشعب الإمارات الوفي وكل مقيم على هذه الدولة الطيبة هذه. نعم جزاكم الله خير. ونحن أكون وياك صريح، هذا اليوم هذا نحن ننتظر بفارغ الصبر، نعد الأيام بس متى يجي هذا اليوم هذا، لأجل نحن نهني جزاك الله خير ونجدد الولاء والعهد والطاعة لحكومتنا الرشيدة جزاهم الله خير. نعم، ونقول في المناسبة هذه يا أبو خالد أبشر بعزك، أبشر بعزك وين تبانا وين تبانا وقت ما تبانا جزاك الله خير. نعم، وهذا عندنا وبيض الله ويهكم جزاكم الله خير. نعم نعم نعم.